في وقت يشهد فيه العالم تصاعدا غير مسبوق في التوترات الإقليمية، برزت تصريحات الرئيس العراقي السابق برهم صالح لتدق ناقوس الخطر وتلفت الأنظار إلى قد ما تحمله الأيام المقبلة من تحديات جسيمة. صالح الذي تولى رئاسة العراق بين عامي 2018 و2022 أعرب عن قلقه العميق من اندفاع بعض الأطراف نحو التصعيد العسكري، في وقت لا يزال العراق ينزف من جراح الحروب السابقة، مشددا على أن قرار الحرب يجب أن يبقى حصرا بيد الدولة لا بيد الأطراف المندفعة نحو التصعيد. وبينما يغرق العالم في أزمات متلاحقة، صالح لم يتردد في الإشارة إلى أن حجم الدمار في غزة مرشح للاتساع ليشمل لبنان أيضا، مشيرا إلى كارثة تلوح في الأفق إذا لم يتم احتواء التصعيد سريعا، بعد أن بلغ الصراع بين حزب الله وإسرائيل مرحلة خطيرة. إلا أنه وفي خضم هذه الأزمات لم يغفل عن ذكر الجهود الجادة التي تبذلها قوى دولية عدة للحد من التداعيات الكارثية لهذه الحروب. ففي هذه اللحظة الحرجة يتجلى الدور المحوري للقادة السياسيين في توجيه الدفة نحو مسار الحكمة والعقلانية. ورغم تزايد وتيرة الأزمات المعقدة، برهم صالح وبخبرته وحنكته السياسية سلط الضوء على واقع مؤلم، لكنه يدعو إلى الأمل من خلال تعزيز العمل المشترك لتجنب كارثة قد تهدد استقرار المنطقة بأسرها. وفي سياق تحليله للتطورات، عبر صالح عن قلقه العميق من تزايد الغضب في الشارع العربي نتيجة عودة العنف بشكل متصاعد، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وشجاعة لتجنب المزيد من الفوضى. كما تطرق صالح إلى وضع العراق الحالي واصفا إياه بقلب العاصفة، في إشارة إلى أنه أفضل شاهد على نتائج العنف، فيما حذر من أن اتساع رقعة الصراعات في المنطقة قد يحمل في طياته مخاطر جمل البلاد، وأوضح أن العراق بحاجة الآن إلى الابتعاد عن صدارة مانشيتات الأخبار الساخنة والتركيز على استعادة استقراره الداخلي. وفيما يخص الوجود الأمريكي في العراق، أشار صالح إلى توقعات بإعلان اتفاق بشأن تحول تدريجي لإنهاء هذا الوجود، لكنه لم يستبعد احتمال تأجيل الإعلان بسبب التصعيد المستمر في المنطقة. برهم صالح بخبرته ورؤيته الثاقبة يسعى جاهدا لإيصال رسالة واضحة مفادها أن العراق لا يحتمل مزيدا من الحروب، والمنطقة برمتها على شفا الهاوية. فهل ستنجح هذه التحذيرات في تجنيب العراق وشعوب المنطقة مزيدا من الألم والمعاناة؟ هذا ما سيكشفه قابل الأيام.